مساكم الله بالخير والعافية، التقيكم اليوم بحلقة جديدة وشغل جديد وأكل جديد. كلنا نعرف أنه المقلوبة دائما نسويها بالرز الأحمر، اليوم راح نغيرها ونغير أشياء بها، نسويها بالرز اللي نسويه بالريزو اللي هي قلنا بها التوابل مالته دائما تكون الكركم ويكون شوية عرق حار ونخيلها شوية كزبر، وهالمواضيع اللي موجودة دائما عندنا برز الريزو. كذلك موجود عندنا البيذنجان وعندنا الفوتيتا وعندنا البصل، وراح نقليهم ونسويهم بأحلى شكل. خلنا ناخذ مقاديرها ونرجع وياكم. هاي المقادير عندي، شوفوها. أفخاذ دجاج أو دجاجة كاملة أو نص دجاجة براحتكم. الرز راح يكون عندي 1 كيلوغرام، الباذنجان 2، بصل 2، بطاطا 2 راح يكون عندي، ونومي بصلة، وثوم راح يكون عندي 2 سن، توابل برياني وتوابل ريزو راح تكون عندي ملعقة طعام، وكاري ملعقة كوب، وكركم ملعقة كوب، والملح. اوكي، راح نبدي نشتغل. اول شيء شنو راح نشتغل؟ التمن دائما نقول انه هو يتاخر عندنا، فنشتغله هو بالبدايه. هذا هنا محضرين جدر للتمن، نخلي الزيت هذا، خلينا الزيت اعتيادي. اوكي، راح نبدي نشتغل الرز. اوكي، خلي بين ما ناخذ المي من هنا، المي الحار، ننتظر شويه يحمى، نعيد المقادير مره لاخ. هنا من اهم مكون عندنا اللي هو ياخذ وقت. هسه ايش راح نشتغل؟ نبدي نشتغل هنا الخضروات اللي عندنا مال شنو؟ مال مقلوبه. اكو ناس خلي طماطه، اكو ناس خلي فلفل. اليوم راح نشتغلها بهذا الشكل فقط. هسه تشيلتنا اول شيء، نغسلها من برادة الحديد اللي صارت بيها، ونبدي نقطع الباذنجان اللي عندنا. ممكن نقطعه بشكل طولي، وممكن كذلك نقطعه بشكل داري، براحتكم شلون ما يعجبكم ممكن تقطعوه. بالشكل هذا، هاي انتهينا من الباذنجان. طاوة عندنا مشغلين النار عليها احنا ومحضريها، عمود نبدي نقلبها. يحتاج نقول لكم دائما اي شيء يوقع على الطباخ يتنظف، وما ننسى الراعي اللي موجود ويانا بالحلقات دائما، مطعم وحدائق الزيتون اللي كان في منطقة الشعب قرب مسبح الشعب أو قرب مول الشعب بالتأكيد. تقدرون تروحون هناك وتشوفون أفضل ما موجود بالمطاعم بالتأكيد. دائما أقول لكم إدارته جدا سياحية، أخونا وصديقنا أستاذ وسام أبو عمران. نبدي نشوف الزيت عندنا شنو وضعه، شويه يراد له انه بس يحمى اكثر. شو نذب له هسه؟ ملح؟ بس واحده خليناها تشيك نشوف بيها
الموضوع اللي عندي مع الزيت اوكي مو اوكي. اللي هنا ننتظر شويه الزيت يحمى عندي، ايش ابدي اقطع البوتيتا. البوتيتا ضروري جدا هنا شنو عندنا؟ ضروري انه اني ما اقطعها يعني يكون تقطيعها شويه بيها عرض على مود اني اضمن انه هي تستوي لما اقليها، لان مو عندي تبسي وراح اطب تفور بالنار عندي، شوفوا يعني هاي انتهينا منها. الجزء الثاني شوي هاي باقي عندي قشر هنا الشكل هذا. هذا انتهينا من البوتيتا، هم نرجعها هنا بالمي عمود لا تسود عندي. هاي انتهينا منها. هنا شوية ننشف المي اللي عندنا. هذا انتهينا منه، خلينا ننظف الميز. هنا نجي كذلك نقطع البصل. البصلاية اذا كانت البصلايه عندكم تعرفون هي دائما هي داريه، مو اذا كانت هي دائما داريه شنو الاختراع. ناخذ شويه من صفحتها عمود تقعد عندنا، شوفوا، ونبدي شويه هم ننطيها عرض هنا البصله مو مثل البوتيتا. شوفوا مثلا هنا تاخذون شويه منها راح تقعد عندكم هذا الشكل. قطعنا البصل وانتهينا منه. سولفنا سابقا عن طريقة طهي او طبخ الدجاج. الدجاج قلنا او اللحم او اي هالمواد، اللحم الدجاج بالضبط هالنوعين، الغنم كان او عجل، هو اكو نوعين للطهي. اكو نوع انه تستقبل نار قوية فيبدي يحصر السوائل بداخله، سولفنا عنها مرات عديدة بس دائما اعيدها اني. من اخذ نار عالية رأسا صار في الصدمة الى سوى احتفظ بالمواد اللي عنده السائلة بداخله. هذا وين؟ هذا لما نشتغل ستيك، لما يطلبوه وولدان، يطلبوه عفوا مولدان، يطلبوه رير، يطلبوه ميديا. هاي المراحل هسه اقول لكم، اول ما يبدي الستيك بلو اوكي، بعدين يكون رير، يعني هاي مراحل استواء. الرير يكون كلش مو مستوي بس الوجه، البلو عفوا، يجي الرير شويه اكثر، يجي الميديوم رير على لون احمر، بعدين يجي عندنا الميديوم هيكون عندي وردي، ويكون عندي الولدان هي اخر مرحله لاستواء الستيك. هاي المراحل، فلما اريد اليوم انه يطلع بطنه ورديه الستيك نعطيه صدمه قويه وين؟ بالنار عمود يحتفظ بالسوائل ويكون جوسي، وماكو جيب ودوس. شايفوا ذول يسوون ستيك او برجر ختم يسوي، لا ما يصير. هنا بالدجاج انا اليوم اريد الدجاج يفرز السوائل اللي موجوده بداخله، فهمتوني؟ فمو من المعقول انا اريده يفرز السوائل واجي انطيه نار عاليه، لا، انطيه نار ناصية. نار ناصية تكون وياه يعني اسهل يكون شغله، وراح يبدي يفرز دي السوائل بشكل صحيح. خلينا نبدي بالدجاج، ناخذ هاي شوية بصل وياه، هذا انتهينا منه. وراح نبدي حضر هذا نوع واحد، هذا الجذر الثاني نجيبه ونبدي نشتغل بالدجاج. الدجاج هاي الطريقة أنا دائما أسويها ويحبها أخونا وصديقنا عدي فوزي وعلي ثار وكلهم يحبوها، اللي هي طريقة يسموها التقوير. إنه أنا اليوم من أشتغلها أعطي وقت كافي إنه الدجاج يفرز سوائله ويستوي بسوائله، فهمتوني؟ فراح ياخذ هواية مميزات وطعم. أول شيء ما راح نضيف له ولا ذره مي، بدون اي مي،
راح ابدي اسطوه بالمي اللي ينزل من عنده، بس لازم لما يبدي يستوي بالمي اللي عنده ممكن يكون زفر، اداري بالبهارات، اشتغل البهارات الصحيحه وانطي شويه ثوم وشويه بصل وراح يكون بشكل صحيح. انا اليوم طابخ يعني هاي قدامكم، شوفوا شلون يصير شكله، خلي اشوفكم شكله، شوفوا شلون يصير الدجاج عندي يخبل بين لجعه بين المواد اللي موجوده بيه وهو مستوي. شوفوا اللجعه شلون هنا تصير بيه يخبل يصير، هاي بالاضافه للتوابل اللي حنخلي هي. فاني اليوم ارد اشتغله بهالشكل هذا، بس على مود اشوفكم الطريقه، هو ممكن جدا انه تشتغلوه بهالطريقه وتاكلوه اعتيادي. اوكي، اول ما راح نضيف الزيت، سمي بسم الله، الزيت هنا عندي ضفته، بعدها شنو راح اسوي؟ راح اضيف بصل، انا كاتب لكم المقادير اللي سويتها هنا، راح اضيف بصل عندي، راح اضيف سنين ثوم بس اقصهم بالنص، بس ما اسوي لهم حتى ما اقشرهم، هذا انتهينا منه. راح نجي نضيف هنا شنو؟ نومي بصرة، فلفل أحمر حار حسب رغبتكم. أوكي، ممكن تضيفون ممكن ما تضيفون. راح نضيف حلبة. أوكي، راح نضيف بهارات برياني، راح نضيف كاري، هاي كلها المواد ضفتها وين ضفتها ويا المواد اللي دا احضرها للدجاج. اوكي، شوفوا راح يبدي يتقلى عندي هذا المواد اللي خليته هنا اني، تريدوها نص دجاجة، تريدوها ربع تقطعوها، تريدوها دجاجة كاملة براحتكم. أوكي، خلينا نغسلها لأن غسلتها وبعدها منازل منها دم. الدم ده ينزل عندي من هاي العظام المقطعة، شوفوا هنا من قطعت هاي العظام هنا بالنص من قطعتها، سبب هذا ينزل الدم، ولهذا اقول لكم بالكنتاكي لما تقطعون الدجاجه هاي نذبل بالنص ونبدي نقطعها من المفاصل. اوكي، شو نسوي لها؟ نقعدها هنا، انتهينا منها، شو نسوي؟ نص النار اول شيء عمود تم اللي يحترق، نص النار انتهى. اوكي، باذنجان نقلبه، هذا الباذنجان هسه مو مال مقلوبه، باكتين ثلاثه ريحان، شوية طماطة وخيار وعروق وصينية تجنن، بس عدي يسوي لي هيك زميلنا عدي، طبعا دائما يتفاصل وياي متعتي بالبرنامج لما يتفاعل وياي لما احكي على الاكل. نبدي نحضر هنا طبق نطلع بيه الباذنجان، هذا انتهينا منه، نبدي نطلع الباذنجان اللي عندنا، وحرصوا انه ما تخلوه كل شيء بس، ضروري جدا. ودائما اذا اردتوا دائما انه يكون الباذنجان شكله حلو وماخذ قراره، فالشيء الراد منكم يراد انه لا تخلون واحده فوق اللخ ما راح يعجن، بينما احنا اذا خليناه واحده فوق اللخ راح يبدي يعجن عندي. خلينا نقلي الوجبه اللاخ مال الباذنجان، صفين المي،
هاي انتهينا منها، خليناه الباذنجان على النار، نشوف التمن مالتنا. بدا يستوي ينشف. خلي بعده ينبي مي فنتركه بعد ياخذ راحته. هذا الباذنجان عندي هنا، عندي البوتيتا صار حاضر انه يتقلى وكل المواد حاضره، مجرد انه ننتظر يستوي عندي كل المواد على مود نبدي نشتغله بالشكل الصحيح. هنا راح يبدي الدجاج ياخذ طعم التوابل اللي موجود وياه. هاي انتهينا منه. خليني شباب ناخذ مقادير السلطه بعد اذنكم. هنا ممكن جدا انه يكون القرنابيط مسلوق او يكون القرنابيط مقلي، انتم براحتكم شنو اللي تريدون. ممكن تقلوه ممكن تسلقوه. انا اليوم راح اسوي سلق يعني على مود مواضيع الزيت وما زيت بالتقلاه. راح نسوي اليوم سالقي الباذنجان، عفوا القرنابيط. اوكي الرز قارب انه يستوي، شو نسوي لعيني؟ زعفران، هاي هم حرية براحتكم، تحبون تضيفون زعفران تحبون ما تضيفون هم براحتكم. ما دام بعد بي موجود البخار اضيف الزعفران على مود يقدر الزعفران انه يبدي السوائل اللي موجودة بي يعني اللون وهالمواضيع الطبيعية الحلوة انه تذوب وتنزل على التمن. ناخذ هاي واحد خاشوقه صغيره. ناخذ هم الويسك هنا عندنا. اول ما راح نضيفه شنو؟ الخل. اوكي؟ هذا خل عندي. ملح. هذا انتهينا منه. ايش راح نسوي؟ راح نضيف اللبن هنا، راح نضيف الراشي، مو هو يا راشي، هاي انتهينا منهم. وهنا خلي شوي نخلي زيت، شنو رايكم؟ شوي نخلي زيت. ونبدي نخلط بهذا الصوص اللي هو راح يكون بالسلطة. ممكن أي مواد تضيفوها عليه. أنا هاي السلطة أنا أحبها وأنا أسوي، يعني أنا أكلها يعني مو تلقوها بكل مكان، فهمتوني؟ فاني احب دائما انه اكل سلطه جدا احبها القرنابيط يكون مقلي ويكون ب يعني بانيه بقسم او طحين. لكن بعد ما موضوع الدايت بديت بيه ف ارتأيت انه يكون مسلوق راح يكون افضل الي وما راح يكون مؤذي، خصوصا انه الراشي بيه زيوت وشويه ضفناه على الزيت. هذا نخليه على جانب، هذا نخليه على جانب ونبدي نشتغل عندنا بالسلطه.
نبدأ نقطع الأخيار. هي عموما يعني حتكون سلطة مشبعة، أوكي؟ أنا دا أدور على شيء إنه يشبعنا لما ناكل، على مود شنو؟ على مود إنه قلنا موضوع الرجيم إنه إحنا محتاجين ناكل قبل الأكل، أو مدة الطعام كلها اللي نحس بها بالشبع هي علميا 20 دقيقة. العشرين دقيقة أريد نبديها بسلطة، أريد نبديها بسوب ما بي دسومة هواية، فهمتوني؟ قلب البيضنجان، نشوفكم الدجاجة ثم بدأت تنحمس هنا، يعني دقيقة واحدة نشوف الدجاجة تنحمس، اتركوها على الوجه الثاني كذلك، والنار ناصية راح تبدي تفرز كل السوائل. خلنا ناخذ مقادير الدجاج والرز ونرجع لكم. قارب يستوي، هم وهذا هم معناه ما اريد كلش يعني يقسب، على مود يكون سهل انه احركه بيدي واقدر اسوي بيه اشكال لما نشتغل المقلوبه، اوكي؟ هذا خلص عندي هنا، نبدي نقلي بوتيته. نشف ميها، نبدي ننزلها تباعا بالطاوة. كذلك هنا 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 كلهم نخليهم. لا استمرت الزعفران بدأت تطلع، نصي النار كلش. تقليبة حلوة للزعفران اريد ويا التمن. نار بوتيتا خليها احنا على النار، نخلي لحق قبل ما تبدي تستوي، هاي خليه هنا. خلاص هنا الخيار صار عندي جاهز، صح؟ بس هاي كاسة حضرناها بنستخدمها بعد شوية. نجي هنا صفط الخيار شلون ما نريد وبأي شكل نريد. أبخر هاي عمود تكون واضحة عندك. راح نجي نشتغل على الطماطة كذلك. الطماطة راح تكون بهالشكل دوائر، هذا أقول لكم أنا شلون أحب إنه آكلها دائما. أوكي، هاي انتهينا منها. ناخذ شوية فجل، هذا هنا واحد، هم هاي آخر شيء هم مقطعه، نخلي الفجل هنا. ابدي اجيب القرنابيط اللي عندي وابدي اطلع هاي الوردات اللي بي موجوده، وابدي اصفطهم ممكن بالاسفل وممكن
نخليها فوق. دائما المواد اللي بيها القرنابيط خصوصا انه احنا ما نقلين هو كلش يمتاز زيت هوايه لما نقلي. نخلي هنا ونخلي واحده اخيره هنا. ما ننسى البوتيتا على النار. ونبدي بالخليط اللي سويناه بين الراشي وبين اللبن اللي موجود عندنا وبين المواد كلها اللي جهزناها. ابدي اضيف على الجوانب اللي موجودة عندي هنا. هاي كسلطة قلت لكم انا كلش احبها لان احسها دائما تكون مشبعة لي، واقدر انه ممكن تلغون الزيت منها، ممكن تخلون شوية زيت زيتون، ممكن جدا راح تكون بالنهاية عندكم يعني نقدر نقول صحية. وممكن ايضا انه تضيفوا لها النارنج، تضيفوا لها النومي حامض، شي يعجبكم. واهم شيء مواضيع التقلاه ما تقلاه، قلت لكم ممكن تخلون زيت الزيتون وراح تكون كلش طيبة عندكم ومشبعة. عموما انه دائما اللهانة انا استخدمهم القنابيط اكلهم مني على مود يساعد لي بموضوع حرق دهون ما حرق دهون. هاي كلها خلي بيها، ما دام احنا بالقناة خلينا نضيف شوية فلفل احمر عليها، لان هاي هنا حتى السلطة لازم تكون حارة مو صح ذي. وهاي انتهينا منهم. شباب ايش قد باقي لي وقت؟ نقلب البوتيتا. خلينا نحول 20. اوكي بوتيتا نتركها تستوي براحتها. نجيب الشفشير اللي عندي هنا على مود ابدي اطلع بيه البوتيتا. بما انه عندي البوتيتا حاره واستوت والباذنجان مستوي والتمن مستوي والدجاج مستوي، اوكي، فممكن انه نسويها بكاسه، ممكن انه نسويها بجدر. نشوف البوتيتا مستوية وحلوة، ما اريدها تبدي تحمر زيادة وتقسب. نطلعها ايش راح نضيف؟ نضيف هنا البصل. طبعا هذا الزيت اللي دا اشتغل بيه ماخذ منه من شويه الزيت اللي كان عنده ويا الدجاج، فلوجود الكاري وهالمواضيع فصاير لونه بهالشكل هذا، على مود انه طعم الدجاج اللي كان موجود ما افقده، اخذت من الزيت وخبطته ويا هذا. تدرون الكركم انه يتوزع راسا. هذا انتهينا منه. نجيب الجدر
حضريه هنا ونبدي نشتغل الدجاج هو الصلصه مالته. اوكي راح نخليه هو بالاسفل، ممكن الصدر هيك قاعدهم عمود يصيرون واحد بصف الاخر. والاهم من كل هذا انه الصوص اللي عندي هنا والزيت الباقي وهالمواضيع كلها ننزلها وياه. اوكي حتى النومي بصره هم نزلوها وياه. اوكي متفقين؟ ايش راح نسوي؟ نضيف بوتيته فوق الدجاج بثواني. نضيف هنا البوتيته فوق الدجاج. ونخلي قسم منها شويه. ونروح نجيب نغسل ايدي من الدهن مال الدجاج. نجيب التمن اللي استوى عندنا وصار جاهز. اوكي. ونبدي الله الله شوف شلونه ريش والله. اوكي نبدي هنا نضيف وين؟ على الدجاج وعلى البوتيتا. طبعا ريحه الزعفران تجنن وياه. قلت لكم اني انه اليوم اريد نشتغل بشكل ثاني، يعني نسويها بشكل ثاني، مو كل مره تمن احمر تمن احمر. الزعفران له فد طعم يجنن وياه. شو نسوي؟ خلي البوتيتا كلها الموجوده عندنا هي ودهنها وكل شيء، اهم شيء الدهن. ايش راح نضيف؟ باذنجان. هم راح نصفطه، واحنا سولفنا سابقا عن المقلوبه منين جايه، يعني سولفنا على انه هي اول ما قدمت في فلسطين قدمت الى صلاح الدين الايوبي، فقالوا ما اسم هذه الاكله المقلوبه؟ كانوا يسموها بالبيذنجان او البيذنجانيه، مو السلطه اللي هنا صحوا لها جماعتنا بيذنجانيه، لا هاي سلطه البيذنجان. فقالوا ما اسم هذه الاكله المقلوبه؟ فسميت بهذا الاسم. البصل ما اريده كلش يستوي، قرطه حلوه تكون طيبه. ناس تخلي الطماطة لي جوا، ناس ما تخلي طماطة. اعتيادي هنا إذا على حرارة التمن والبصل هسه لو حبينا نخلي طماطة راح تكون مستوية وأوكي. وين عين البصل هو وزيته وكركمة وبهاراته كلها هنا. هم تعديلة حلوة شوية طماطاية عندنا. دير بالكم تسووا مثل ما دا أسوي أنا، هسه دا أثرموا إيدي زيت ممكن إنه تسلق السكينة وتنجرحون. نرجع هنا نخلي التمن اللي عندنا والزعفران وبهارات الريزو. هاي كل المواد اللي عندنا هنا، ونشيل هذا الماعون هم. نبدي ننظف ميزنا. شو راح نسوي؟ نبدي نضغط. اذا سوى هاي الضغط لهنا
دا اسمع صوت عندي ما الدهن اللي ما من الدجاج. ايش راح نسوي؟ راح نخليه على نار شويه، بس اريد الدجاج ياخذ يعني ينزل الزيت مالته ويبدي يكون عندي يعني اطرى، لان هو شويه برد هسه لان سويته من الصبح، فاني محتاج انه اتركه شويه على النار عمود ياخذ قراره. بنفس الوقت نرجع ناخذ مقادير مال السلطه وناخذ مقادير مال المقلوبه على مود وراها نبدي نصب ونشوفكم المنظر الحلو. طبعا بالتاكيد اشكر كل الاصدقاء والاخوه اللي هنوني بمناسبه موضوع الفندق وهيجي، هذا كله بفضل الله وبفضل قناه الرشيد دائما اللي من خلالها الناس بدات تعرفني. صح قبل اني كل اللي يعملون بالمطاعم يعرفون منو اني وشنو شغلي، لكن كموضوع اعلامي وانه اظهر للناس كله بفضل الله وفضل قناه الرشيد اللي دائما اني اذكرهم بكل يوم وبكل دقيقة، انهم اصحاب الفضل علي كإدارة، استاذ علي بابان، استاذ محمد الحبوبي، وكل ما موجود عندنا هم متفضلين علي. الاستوديو اللي موجود هنا كل شبابنا هم بالتأكيد متفضلين علي بكل المواضيع، دائما اذا برنامج يطلع بشكل صحيح الشغل يطلع صحيح، فدائما من تعاون الشباب وتوجيههم الي الدائم عشان ما قدرت اوصل لهذا المكان. نصب عيني، شنو رايكم؟ نصب عدي؟ نصب، اوكي. يلا. نسمي بسم الله. اوكي. دجاج اخذ راحته هنا وبدا يموع، خلي واحد. بسم الله. شوفوا ناس شلون الدجاج اخذ راحته هنا. شوفوا هنا بعد خلاكم هسه اني شويه. شوفوا هنا تشوفون انه شلون الدجاج عندي هنا اخذ الحراره وبدا يموع الدهن العليه، وهنا كل المواضيع اللي عندي اصبحت جاهزه للاكل وبالصحه والعافيه. دائما غيروا النمط اللي عندكم، ما اظل على نمط واحد على شغل واحد، انا اسوي هيج هيج تنبنى احمر، لا، سووا اللي يعجبكم واكيد راح تكون طيبه. ختاما شكري وامتناني لكل الكادر اللي وياي الجنود المجهولين خلف الكواليس، شكري وامتناني لكرم متابعتكم. انتظروني غدا باكله جديده وشغل جديد في مال الله.